بداية من يوم الجمعة حتى خلال نهاية الأسبوع خلال يوم السبت، وكذلك بداية الأسبوع القادم بحول الله اضطراب جوي. نشيط الفعالية سيخص تقريبا جل المناطق الشمالية بأمطار على شكل زخات رعدية إن شاء الله ستخص الواجهة الساحلية. ثلوج ستتواصل في التساقط على المرتفعات الداخلية من الغرب نحو الشرق التي يزيد علوها ما بين 900 متر إلى غاية 1000 متر. دائما هبوب رياح قوية على الواجهة الساحلية الغربية وكذلك المرتفعات الداخلية الوسطى وكذلك الغربية. درجات الحرارة دائما فصلية.